تأملوا في هذه الصورة جيدا. ألا تخبركم هذه الصورة بأمر ما؟ ألا تخبركم أن الخيانة أكثر نفعا من الجيوش المدججة للسلاح والتكنولوجيا والدعم العالمي المهول؟ هل ترون جيش الصهاينة كيف يتوسل باحثا عن خائن يدلي بمعلومة قد حجز هو بكل إمكاناته الجبارة عن الحصول عليها؟ هل تعرف الآن مدى النعيم الذي يتمتع به الصهاينة والأمريكان في الضفة الغربية؟ تصور عزيزي، تصور عزيزي المتابع، وتخيل واحسب كم كانت أمريكا وإسرائيل تحتاج من الجيوش والترسانة العسكرية للسيطرة على مصر والأردن وسوريا والضفة الغربية لو لم تنصب عليها أنظمة خائنة وعميلة. غزة التي هي أقل من حي في مصر، عندما حكمها أهلها أوقفت العالم على ساق واحد، أثارت جنون الصهاينة والأمريكان ولم يستطيعوا أن يحققوا فيها أهدافهم ولا أن يصلوا إلى قيادة المقاومة بعد نحو 70 يوما من الحرب الضروس والأرض المحروقة. تصور ماذا كان يمكن أن تفعل هذه الشعوب لو حكمها أهلها.